عسكرية قديمة مع سليم بوصفارة. تكويرة رمضان قبل في زمان كانت فيه موجودة البطاحي قبل ما تصدم السنيت وسبرولز، كان مع دخول سيدي رمضان كل حومة شعبية تتنظم فيها تكويرة قبل شقان الفطر. تكويرة تجلب الحومة الكل، اللي يكور واللي يتفرج. هي فيلم مش تكويرة، بحكم يصيروا فيها برشا أحداث لا علاقة بالرياضة. عادي هو اللي يكوروا لواحد يشبه لصاحبه، الكبير الصغير السمين الضعيف البولحية الفرطاس، اللي تكناس وعامل بوندانا تقول ينيس بن شويخة، اللي لابس سيرفيت نوم ومطلع الكلاسة فوق السروال تقول ماشي يصطاد في الحلوف، واللي كرشه قدامه شاد جارديان كنحة بونتو راهي ضربت فيه، واللي سقيه زوز عود طويل وتقول جاي يعمل في القفز بالزينة، ديما يجري على جنب هيئته متاع جاري ورا الكار مش ورا الكورة، اللي ما يسكتش ويجبد في الشبوك، وهذا غالبا يتعارك مع البولحية، والسبب هو الكلام الزايد. البولحية ديما يهدد باش يغادر المباراة وقت اللي تغيب الروح الرياضية، تفيق بحركاته الكل على خاطر العطر متاعه يتشم في كامل أنحاء الحي. اللي مش مزهار وديما الكورة تجيه في منطقة حساسة يقعد يتبربس في القاع. كان فما واحد مسكين في التكويرة هي الكورة، مرة يلقاوها تتوجع سألوها اشبيك، جاوبتهم من الملاعبية طحت بيهم، اللي شوت يشوتني بالصبع، الاخر يكور ببروتكان يتلبس في مرمى كلها تشيع الفوق مصارني خرجوهم لي، الاخر جاي باش يمركي بالراس حط وجهه وهو لابس مرايات. اللعبة وقفت ربع ساعة يلمولو فيها بالقطعة بالقطعة. يا خويا ضربة جزاء تعاركوا عليها ولادين قريب يذن وهما مازالوا ما تفهموش، والاخر واحد جاي يشوط فيها بكل ثقة تقول فان باستن يعمل هكا ويجيبني فوق سطح القهوة. من لا احساس كيف توفق التكويرة ويعفوا عليا وكل واحد فيهم يمشي شد داره. كاريا قديمة مع سليم بوصفارة.